طيب تعالوا بقى نروح لمباراة الأرجنتين والمكسيك اللي انتهت بفوز الأرجنتين بثنائية، وشهدت تقريبا نقدر نقول أعلى نسبة حضور جماهيري في كأس العالم حتى هذه اللحظة. ليونيل ميسي سجل الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين، يعني بلغة الأرقام بيسجل للمباراة السادسة على التوالي مع منتخب الأرجنتين في كل البطولات اللي هو شارك معاهم فيها. كمان ده هدفه رقم 8 في كأس العالم، يعني بيعادل بالهدف ده حصيلة دييجو أرماندو مارادونا وكريستيانو رونالدو. عشان كده لو لاحظنا أكيد يعني كلنا خدنا بالنا من إن كان في فرحة عارمة من ميسي وفرحة هستيرية من محبي ومن عشاق المنتخب الأرجنتيني بشكل عام. كان في تشجيع عظيم جدا من الجمهور الحقيقة في المباراة دي، لأنه كان هدف صاروخي في مباراة أكتر من رائعة، ولسه الدنيا هتسخن أكتر الأيام الجاية. الجول ده أنا اتفرجت عليه امبارح، كنت بتفرج على الماتش. عارف من كتر ما هو فعلا زي ما أنت قلت جول صاروخي، احنا قاعدين بنتفرج بجد أنا ما خدتش بالي يعني لقيناه جول، قلت لهم إيه ده يا جماعة، بس طبعا في الإعادة. بس لا بجد كان سريع جدا وكان حلو جدا. أنت عارف ميسي أشول، اللعيبة كلها هنا والجول واقف هنا، وده جابها كده عدت من قدامهم عادي جدا جدا، وبعدين من كتر ما هي كانت سريعة الجول كيبر ما قدرش إن هو يلمسها، يعني كان قريب. بس كان جول بجد امبارح رائع بصراحة، الحق يقال. يعني مع إن أنا مش من عشاق قوي ميسي، أنا كريستيانو، بس فعلا فعلا لا أسطورة حقيقي.